وسط الشقة، وسط السيارة، وسط المد... ولك والله فانوس، جيت بوقتك. لا شو جابك هلا انت؟ قطشت لي الفانتورة. لا تاخذني سيد مارد، بس كنت مارد من هون وشفت الفانوس فقلت بحفه. بتحفه ايه؟ شو بدك هلا قلي خلصني؟ بي ما قلت لي شباك لباك. اف العمى شو قديم. ليش انت عامل له ابديت للفانوس؟ لك لا يا غشيم، هيدي الفيرجن الجديدة. اه شو اسمك؟ محسوبك محمد فوعاني. فوعاني؟ فوعاني وين؟ جنوب ولا بقاع؟ جنوب كونين. كونين؟ لك يا اهلا بأهل كونين، يا اهلا بأهل كونين. كيفه محمود؟ بعده مختار؟ ولك ايه بعده. ورباب دخلك عادة حفلين؟ ولك ايه يا زلمة، وصار عنده ولدين رامز ورمزي، ولو بتشوفوا هالرمزية بتقول خالتها فوزية خنتة منتة. يا زلمة بسطت بالخبرية. حبيبي يا خيي. شبات؟ قلي هلا شو بدك؟ بدي ثلاث امنيات. ما بيطلع لك اكثر من وحده. طيب ماشي، بدي شويه مصاري اتبحبح فيهم شوي. ماشي يلا قول معي. معي. لك قول مثلي. ايه مثلي. لك قول مثل ما انا بقول. يا شكلاي يا مكلاي. يا شكلاي يا مك. ولا اقول لك ما بدي مصاري، بدي سياره. ولا اقول لك بدي شقه. ولا اقول لك. لا خلصني بقى، بدك شقه ولا مصاري ولا سياره؟ فيني احذف اجابتين؟ فإذا مشاهدينا معنا محمد فوعاني من لبنان، وصل لل 2000 ريال وبنطلب من الكمبيوتر يحذف له اجابتين. عم بتلعبني جورج ارتاح ولا؟ لا لي شو بدك خلصني؟ أنا ما بدي شيء لإلي. أنا مش عم فكر بحالي، أنا عم فكر بالشعب اللبناني. بدنا رئيس جمهورية. كنت قايل لي بدك ثلاث أمنيات، ما هيك؟ ثلاثة؟ إيه فيا؟ أكيد ولو. طيب ماشي، حل لي أزمة الكهرباء، والمي، وزبالة. نعم. بوس ايدك رجعني على الفانوس. لك بوس ايدك رجعني على الفانوس. بدي ارجع على الفانوس. من وين انتو؟ من الجنوب. من وين من الجنوب؟ انا من الجنوب. هو شوية وانا كونين. وانا جزين. جزين؟ كيفو محمود؟ خلينا نشوف اعضاء لجنة التحكيم اذا حبوا هالمشهد التمثيلي اللي اديتوه. ببتدي مع هنيدي. مساء الخير. مساء الفل. لا دمهم خفيف جدا الحقيقة، وعاملين مشهد جميل وفاهمين بعض ورايقين، وبجد دمهم. انا هصوت من الاول. سمايلي فيس من هنيدي. سيرين. انا بدي احييكم وبدي احيي الشعب اللبناني يلي وصل صوته من خلالكم بطريقه كوميديه ساخره لدرجه انه دمع عيوني، وكتار انه فعلا نحن صار بدنا فانوس سحري ليحل لنا مشكلتنا. سمايلي فيس لانه اكيد تستاهلوا. سمايلي فيسز، اكيد ضمنتوا الانتقال للمرحله المقبله، ولكن استاذ حسن شو رايك بهالاداء التمثيلي اللي شفته؟ حلوين. تسلم. تسلم والله. الفوقاني والتحتاني حلوين. والله الاثنين احلى من بعض. تسلم. ومتمكنين وواثقين وعارفين ازاي يقولوا الافيه ويوصلوه صح. ما شاء الله عليكم. تسلم. تسلم. الله يطول عمرك. برافو. الله يطول عمرك. برافو برافو. ألف مبروك الانتقال للمرحلة المقبلة. أنتوا أول ثنائي بالبرنامج، حضروا حالكم كتير منيح للمرحلة المقبلة، وبشوفكم بالبرايم الثالث. يلا باي. وهلا عم ننتقل للمشترك التالي. مساء الخير. احنا للاسف كشعب بنحب الفتي جدا جدا جدا، نادرا لما تسال حد على حاجه ويقولك معرفش. انا اخر مره كنت في القاهره وانا اصلا من اسكندريه، فالمفروض كنت رايح عنوان معين مكتوب معايا في ورقه. فالمهم يعني اتعشمت في مواطن مصري معدي، قلت اوقف اساله. رحت داخل عليه قلت له لو سمحت ممكن تقولي العنوان دوت فين بس؟ راح بص فيه كده، هو قالك فين؟ قلت له ما لو كان قال لي ما كنتش سالت حضرتك. قال لي تصدق صح؟ راح بص فيه تاني كده،
قال لي طب هو قال لك قبل البنزيمة ولا بعد البنزيمة؟ قلت لهم انا مش عارف البنزيمة فين اصلا حضرتك، انا تايه. سيبك من كل دوت، المشكلة ان الفتشي لما يبقى في حاجة طبية تروح على الدكتور الصيدلي، وخاصة في المناطق الشعبية، فتلاقي واحد داخل له كده يقول له انما دكتور من 4 سنين انت اديتني برشامة بني في بيج ريحتني قوي، فهو هيفتكر من 4 سنين برشامة بني في بيج. فالدكتور يقول له طب اسم الدواء، يقول له بص هو كان في بي او ال، خير الله لما اجعله خير اخره زد. هو بيفسر لك حلم يا جدع، انت المفروض بتخش له برشته وتقول له انا عايز كذا. الفكره اللي انا كنت عايز اتكلم فيها هو ايه المشكله لو احنا قلنا ما نعرفش؟ انت مش هتبقى ناقص حاجه، الكمال لله وحده. احنا كلنا في الدنيا دي زي البازل، حته زايده وحته ناقصه بنكمل بعض. مفيش مشكله لو قلت ما اعرفش. ليه ما بنهتمش بالصحه؟ يعني ليه لما يكون عندك وجع بسيط ما تروحش للدكتور؟ ايه الفكره اللي انت تستعين بحد او تروح لصيدلي؟ يا ريت يا جماعه نهتم بالتشيك اب، يا ريت نهتم بالصحه كويس، الصحه دي نعمه من ربنا، يا ريت نهتم بيها اكتر. شكرا. الحمد لله على سلامتك يا احمد عبدو. خلينا نستمع الى اراء لجنه التحكيم. بنبتدي مع مين بدك نبتدي؟ مع استاذ حسن، شو رايك؟ يعني اللجنه تشوف. استاذ حسن مساء الخير يا احمد. مساء النور استاذ حسن. ازاي؟ تمام الحمد لله. مش عاوز تروح الصيدليه؟ لا مش عايز. اكيد؟ لا مش عايز. طيب يا حبيبي احمد، انا ما شفتش حاجه ضحكتني بصراحه، ما تزعلش مني. أكيد. يعني انت راجل بتحكي مواضيع حتى اقرب للسياسه مش للكوميديا. تمام. حاجه غريبه يعني. اوكي معلش يا احمد، انا اسف مش هقدر. لا مش هقدر. ماشي يا حبيبي. تمام. اول وجه حزين من استاذ حسن. سيرين، ما ضحكتنا يعني، ما صار في اي شيء له علاقه بالضحك، مع انه في رساله واضحه كانت بالنهايه انه مثل كانك عم بتوجه للناس انه ما يفتوا. اوكي بس انا بدي اعتذر منك لانه بالحقيقه ما كثير ضحكنا. سيرين ايضا ساد فيس. محمد هنيدي، كثير من الاوقات حكينا انه الوقت اوقات بيظلم الممثل. اكيد شو رايك؟ كان في وقت كافي؟ كان في وقت. كان في وقت طبعا، فانا مش عايزك تزعل والنبي يا احمد. والله لا وحياة ابوك. اكيد حبيبي حماد. حبيبي حماد. شكرا. انا هديك واحده كده بس هنيدي. انا عارف انها مش هتنفع، اروح بيها البيت برضه منظرها يعني. الله يخليك. حاجه تبقى ايه؟ استاذ محمد اداني سمايل يا بابا. حبيبي حماد. حبيبي سمايلي فيس من محمد هنيدي. شكرا لك احمد. شكرا لك. اكيد المشتركين كلهم عم يستفيدوا من ارائكم. هلا رح ننتقل لمشترك جديد. الشراب اللي انا قلت لك تخيطيه ما لحقتش اخيطه. اعمل ايه يعني؟ اغسل ولا ابخ ولا اعمل ايه؟ خلاص يا حبيبتي. طب انا دلوقتي عاوز انزل الشغل، اعمل ايه؟ البسه يا حبيبتي. البسه ازاي بس؟ والناس يعني الناس هتخش لك جوه الجزمه؟ طب يا حبيبتي خلاص، اصل انا بصلي فهيشوفوه. ما تصليش النهارده. خلاص يا حبيبتي. طب انت عايزه حاجه من تحت؟ عايزك قرد اتنقي، خد سخيت الزباله وانت نازل. استغفر الله العظيم يا رب، ايه الوليه دي؟
حسبي الله ونعم الوكيل. محمود تفضل. محمود ناجي، انت من اي منطقه من مصر؟ انا من الجيزة. من الجيزة. هوايتك الرقص خبروني. اه اي نوع من الرقص؟ يعني سالسا، تانجو، بريك دانس، هيب هوب. تفرجينا شي رقصه من بعد ما نسمع النتيجه اذا كانت حلوه. اه ماشي. اوكي من جاهز؟ انا جاهز. اوكي استاذ حسن شو رايك؟ منين من الجيزة محمود؟ انا من شارع مراد. نفسه؟ اه شارع مراد عند عمر فند. وتعرف مراد؟ لا بابا. محمود انت دمك خفيف. شكرا. والله وعجبتني قوي فكره الشخصيتين اللي انت عملتهم عن طريق الجزمه. شكرا. يعني جزمه الفرد الرجالي تخليك راجل، والفرد الحريمي بتقلبك ست، صح؟ ايوه صح. مش ده اللي كنت عاوزه؟ أيوة. وصلت الفكره. وبرافو عليك، خيالك حلو وواسع ودمك خفيف. وانا بحييك. اول سمايلي فيس لمحمود. سيرين. محمود انا طبعا بوافق راي استاذ حسن حسني بالموضوع الشوز، اللبس مزبوط، بس لانه ما وصلنا المشهد مثل ما لازم بدي اعتذر. محمود سمايلي فيس ساد فيس شو يعني؟ يعني اضحك وازعل. اضحك وازعل، ولكن محمد هنيدي هو راح يحسم النتيجه. يا بتضحك يا بتزعل. محمد هنيدي شو رايك بادائه لمحمود؟ بصراحه حوده انت عامل مجهود وهايل وكل حاجه، واكيد تعبت. بدنا نحن يا ساد فيس يا سمايلي فيس. اعصابنا بالارض، رح جن انا. وانا هجن والله. شو برافو ومبروك الانتقال للمرحلة المقبلة. برافو محمود، تفضل انضم لزملائك ونحن بنشوفك بالبرايم التالي. زقفة كثير كبيرة. هي تعال عاوزين نشوف الرقصة. محمود استاذ حسن بده يشوف الرقصة، وعدناه فيها. ما بعرف إذا المخرج فيه حط لنا الموسيقى مرة ثانية. عاوز يشوف الرقصة يسحب الفيس بتاعي. لا يلا. سوري انا بدي اقول لك محمود حرام عليك عن جد، يعني انت قادر تعمل اللي انت عملته ده، وليه ما عملتوش من الاول؟ المره الجاي ما هيك محمود. يلا جود لك لك، حضر حالك كثير منيح للبرايم الثالث. مشاهدينا وبسرعه بننتقل للمشترك الاخير. مساء الخير واهلا وسهلا بكم على شاشه الام تي في. مني ومن الاخراج ومن الانتاج نمسيكم في الخير. لا للسياسه ونعم للفن، فننتقل حاليا للفنانه اصاله نصري من سوريا. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. يخرب بيتكم شو حلوين. اللي يجيب لك سيرتي تقول له اسالني على جديدك. شكرا جزيلا للفنانة المهضومة أصالة نصري. والآن ننتقل حاليا للفنانة نجوى كرم. لك من الجمهور. لا ما في أنا ما في حبك أكثر من عيني. شكرا جزيلا للفنانة نجوى كرم. والآن ننتقل حاليا إلى مصر أم الدنيا للفنانة أمينة. يا عم يا بتاع الحنطور يا
عجبني أدائك، بس أنا لا بقدم ولا بأخر بإعطاء النتيجة. أكيد القرار لأعضاء لجنة التحكيم. أول شيء خليني أسألك، قدي عمرك؟ بنعرف أن عمرك 19 سنة. 19 سنة صح. ودي وزنك؟ 99. قبل الحلقة ولا بعد الحلقة؟ هلأ صار شي 90. كان على أعصابه بالكواليس. يا هنيدي طبعاً. إيه رأيك بالأداء يلي شفته؟ لا إلياس لا دمه خفيف وهو داخل مركز، عارف هيعمل إيه، ووشه بيعمل كذا رياكشن، دمه خفيف وفي طاقة كده الحقيقة، و لذيذ كده يعني. انا حسيت ان عارفه وضحكنا ف جميل يا الياس جميل. سيرين انا بس بدي اقول انه انت كتير مهضوم، بس بدي اطلب منك بحال انتقلت للمرحله الثانيه انك تعمل كاركتر جديد يعني تضحكنا فيه، مش تقلد حدا. جود لك. ماشي كتير. شكرا سيرين. استاذ حسن أنا حبيتك يا إلياس والله، أنت جميل وروحك خفيفة. شكرا. ودمك خفيف قوي وأنا بحييك، وإن شاء الله في اللي جاي هتبقى أحسن من كده كتير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ حسن. هنيدي بدنا نشوف أي وجه رح تعطيه لإلياس. انت وعدتنا ان انت هتشتغل في حاجات احسن الفتره الجايه صح؟ يلا جود لك. سمايلي فيس اول. سيرين تستاهل. سمايلي فيس اخر من سيرين. مبروك تو سمايلي فيسز، بتضمن انتقالك للمرحله الثانيه. وإنما أكيد من الأستاذ حسن دايماً الوجه شو ما كان مبتسم أو حزين له أهمية ومهم. ماشي الياس تحت أمر. مبروك الياس، حضر حالك للمرحلة المقبلة. شكراً لإلك. شكراً. مبروك للياس ولكل المشتركين المنتقلين للمرحلة الجديدة اللي بتبدأ بعد أسبوعين. سهرتنا الأولى انتهت، موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بحلقة الأوديشن الثانية مع مجموعة جديدة من المواهب الكوميدية العربية، بتختار اللجنة الأفضل منهم، والتوب أوف ذا توب بيكملوا معنا على مسرح ذا كوميدي نجم الكوميديا، بتمنى لكم بقية سهرة لطيفة وإلى اللقاء.